طيب بدي رقم 2 المشاكل هذه كثير ست ولا بقول لك يمنع نهبة الريق كثير بتاعت نور بالإفرق والستروتونين بالبريسينابس وده اللي بيفسر اللي بيستخدم في الدبريشن صح؟ هو اللي بيستخدم في الدبريشن لأن النور بالإفرق والستروتونين لما بيزيد البشر كده بينكشف بينفصل يحصل له مود إليفيشن صح؟ صح؟ الستروتونين ده بتاع إيه؟ بتاع شوكولاتة صح؟ تاخد شغل كده يحصل لك سيروتونين ريليس تحس بكده ان انت مبسوط ده اللي بيحصل لازم يبقى اليونيك يوز بتاعه اللي بيستخدم في الدبريشن لان يمنع ري ابتيك بتاع النيورو نيرف والسيروتونين في البري سينابس فلما يزيد يعمل لي امبروفمنت للدبريشن رقم ايه؟ 3 رقم 4 ركز بقى قوي كارديو فاسكولار توكسيستي بتاعه بيعمل لي حاجتين رقم 1 بيعمل كينيدين لايك افكت نفهم قوي بقى الحته دي كينيدين لايك افكت على المايكارديو او الكارديك ماسك هو ايه الكينيدين ده؟ ايوه طيب كام؟ لما عمل لي بلوك ان دي للفاست صوديوم شانل المره دي هيحصل له هو الصوديوم شانل دي مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن اكشن بوتنشال في زيرو اكشن بوتنشال فما عادش في ديبولاريزيشن صح؟ لان مفيش ديبولاريزيشن في الكارديو ماتل يعني مفيش ايه؟ مفيش اي حاجه والاكسيتابيلتي الوسطى بتعمل كونداكشن والكونداكشن بيعمل كونتراكتيلتي الكلام دول مش موجودين تاني الاكشن بتاعه بيشتغل على كارديو ماسل كينيدين لايك افكت يعني ايه كينيدين؟ الكينيدين ده تايب 1 انتي اريزم تايب 1 ايه انتي اريزم بيشتغل على الفاست صوديوم تشانل فلما يقفلها كل حاجه تقل لما تقفلها كل حاجه تقل ما عادش فيه اكسيتابيلتي ماسكارينيك يعني ابروبين لايك انتي كولينرجيك مانيفستيشن ادي اثنين رقم ثلاثه لو الفيكس اللي هو بيفسر دي بيستخدم في الديبريشن اللي هو بيمنع الري ابتيك بتاع النيورو بنفرين والسيروتونين وبالتالي بيزيد في البريس سينابتيك عشان كده بيستخدم في الديبريشن رقم ثلاثه رقم اربعه الكارديو ماسكر بيشتغل على الكارديو ماسل بيعمل لي كينيدين لايك افكت وانس كينيدين
طيب 1 ايه انت الريزم. لما الطيب 1 ايه انت الريزم تشتغل يحصل لي بلوك للفصل صوديوم شانل، يعني مفيش كونتراكتيليتي، مفيش اكسايتابيليتي، مفيش كوندكشن، وده اللي بيفسر كل الارزميات اللي احنا هنشوفها في الكلينيكال ديش. اخر حاجه بيعمل هايبرتنشن ليه؟ مفيش كارديال كونتراكتيليتي عشان كده دي لايك اكشن، وفي باص دايليتيشن بريفرنس بتاع الالفا بلوكين، فالاثنين يعملوا هايبرتنشن. مشاكل؟ في مشاكل؟ في مشاكل؟ كلينيكال ديش الاقي ايه في الكلينيكال ديش بتاعتنا؟ حد يقول كده؟ هديك الميوزك افكت. اول حاجه في الكلينيكال ديشر ادي كولينرجيك مانيفيستيشن، ادي كولينرجيك رقم 2 افكت على الناس، رقم 3 افكت على الناس. يلا يا جماعه عشان ما تدوش خالص، ادي كولينرجيك ده اتروبين صح؟ حد يقول اتروبين كان بيعمل ايه؟ بلاند كل حاجه اتروبين زي الاتروبين بالظبط، يعمل ايه من ستيشن بس تكسس برايس سكين كارديا كيرنيا صح فيفر قول فايلين فيكس لازم تقول فيكس فايلين فيكس بيوبل فايلكسيا ماشين زاد درجه حراره تمام مش هتحصل له ابنورمال موفمنت ده اللي كل انرجي كان ستيشن هيحصل له ريتنشن يعني الجي اي تي موديل عندي كل انرجي بلاش اتروبين ماي تمام. السين اس مانيفيستيشن بتاعته زي الاتروبين بالظبط، ولا الاتروبين كان بيعمل ايه السين اس؟ شكرا. ستيميوليشن فولد باي ديبريشن، عشان ما تنساش باي سايكل ديبريشن وكلينيكال ليكشر عباره عن مانيفيستيشن في الكاردي باسكولار كينيدين لايك، ومانيفيستيشن زي الاتروبين انتي كولينرجيك بريفرنس. مشاكل؟ عشان ما تنساش انت بتراجع في السنة رايسايكل بتشتغل ازاي؟ عندي يا جماعه كاردي فاسكولار كينيدين لايك، ده حاجه كاركترستيك عشان نشوف اللي عندك مصر. وعندي على البريفرال مع السي دي اس زي الاتروبين، شوف البريفرال بتاع الاتروبين ايه والسنترال بتاع الاتروبين ايه واكتبه. الاتروبين بيعمل ايه سنترال؟ ستيميليشن فولود باي ديبريشن، ستيميليشن فولود باي ديبريشن يعني اجيتيشن يعني ريتابيليتي يعني كونفالجن يعني ستيوبر يعني كونفيوجن يعني كوما يعني ريسبيراتوري ديبريشن يعني ابنورمال موفمنت. ده الاتروبين ما نقولوش حاجه جديده، مش هنقول كتير جديد النهارده، نقول سبوتس الجديده. الجديده في الكلينيكال ديكشر بتاع الكارديو فاسكولار سيستم. الكارديو فاسكولار ده لسه ايه اللي بيعمل ايه؟ كده دي لايك افكت صح؟ طيب وايه تاني؟ هاي بوتنشن. امسكهم امسكها الار ان اي ادي الهاي بوتنشن ده رقم واحد. هاي بوتنشن ده مهم، كتب لوحدها ايتم لوحده بوست دايلاتيشن هاي بوتنشن. طب البيشنت ده اللي يحصل له تاكي كارديو حد يقول لي ايه؟ اتروبين لايك. في حاجه في اسم ثانيه؟ هاي بوتنشن. الميكانيزم الثالثه؟ حلو قوي. الميكانيزم الثالثه؟ ها؟ هو اللوكس بيعمل ازاي التاكي كارديو؟ بيقفل الالفا بقى ماسك لما ماسك البيت. بالعقل كده باللوجيك يعرف ما تنقصش. يبقى اول اثنين في كارد باسكولار هاي بوتنشن وتاكي كارد. هاي بوتنشن وتاكي كارد. ثالث حاجه اللي هو الكينيدين لايك افكت. اكتب اي ارسم تيجي على دماغك. اي ارسم تيجي على دماغك ماشي. بس كتر شويه في الحاجات اللي ما فيهاش دولاريزيشن. يعني كتر شويه في الحاجات بتاعت بلوك. هارد بلوك. برادي ارزميا. برولونج دي كيو ار اس انترفال. الكيو تي انترفال. بي سي دي سيجمنت تشينج. ايه في بلوك؟ اي ارسم تكتبها هتمشي. تاني يا جماعه كارد باسكولار سيستم مانيفستيشن رقم واحد هاي بوتنشن سببه الباس دايليتيشن. صوت يا جماعه رقم اثنين تاكي كارديا سببها قول ادرينرجيك عشان الدور بيفرن اللي زاد انتي كولينرجيك رقم اثنين عشان الاتروبين ريفلكس ولا هاي بوتنشن. رقم ثلاثه الارزميات زي ما انت عايز الارزميات وكوندكشن افكشن. الارزميات يعني برولونج ديوتي انترفال برولونج
البي ار انترفال وايد للكيو ار اس كومبلكس مهم قوي الكيو ار اس كومبلكس قوي 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 برولونجيشن الكيو ار اس كومبلكس هو الكيو ار اس كومبلكس ده بتاع ايه اصلا مثلا ايه اس جي تمام انتريكولر حلو قوي شو بيمنع الديبولاريزيشن بتاع الفردك مصر الكيو ار اس كومبلكس عباره عن انتريكولر ديبولاريزيشن لما يزيد يعني في صوديوم شانل يعني كده دي واجب ماشي يا جماعه ده الكلينيكال بيكتشر بتاعه ما تنساهاش عشان يحصل الكلام ده كله لازم اكسايتابيلتي الاستيرويد بتشتغل تدي الامبلس الشارج بتاعها يوصل اي في نود اي في نود توصل كارديك ماسل انتيريور باندر استيرو باندر ويوصل كارديك ماسل يحصل كونتراكشن صح لو المقدمه او البدايه وقفت اللي بعد عمره ما هيتكلم اللي بعد عمره ما هيشتغل لما مفيش اكسايتابيلتي مفيش كونتراكشن مفيش كونتراكتيفيتي يعني فيها هارت بلوك تمام كده اعرف ازاي الكيت بتاع الفيسكولوجي اي بي سي دي دي فايند انت دوت جي جنرال مانجمنت اي بي سي اشرحها طبعا الراجل عنده ارزميا وعنده سبيرات ديبريشن في السين ناس فهتشرح بالتفصيل دي كونتامينيشن ينفع معانا جاستريك لافاج كل شيء جاستريك لافاج ليه ليه جاستريك لافاج عشان يعمل انتيكولينرجي يعني بيقلل الانتيك معايا قول فجاستريك لافاج شغال ديلي جاستريك لافاج شغال اكتيفيت شاركول شغال إليمينيشن ينفع يوم ده سوبر فيوجن؟ لا ينفعش عشان لازم بروتين ولارج بي دي لازم بروتين ولارج بي دي بس هو لو انتيرو هباتيك فينفع معاه مالتيبل دوز اكتيفيشن كول كلام سهل خالص هو نفس الكلام بتاع الفينوساسيو عشان حاجه الانتي دوت بتاعه السبيسيفيك تريتمنت بتاعه صوديوم باي فار ركز بقى في الحته دي انت كنت في السلسلين بتدي المريض صوديوم بايكارب عشان تعمل ايه؟ هتبقى الفيزيشن بدي صوديوم بايكارب امبارح ليه؟ هو فيورين شكرا الكارمنايزيشن اوف يورين هنا لا انا بودي صوديوم بايكارب عشان اعمل الكارمنايزيشن اوف سيرم ركز قوي في الحته دي الكارمنايزيشن اوف بلاد او سيرم هو المفروض البي اتش بتاعتنا نورمال كام؟ 7.45 انا هدفي اخليها 7.45 مش مكتوب. pH 7.45 فهدف ان انا ادي صوديوم بايكارب فورس يعني انترا فينس انجكشن مش انفيوجن عشان اخلي البي اتش 7.45 تمام هو كنت بعمل الكارمنايزيشن لليورين اخلي البي اتش بتاع اليورين كام؟ 7.5 8.5 صح؟ ف 7.5 8.5 هنا 7.45 7.55 ما تنساش
ما تنساش اوعى تعكس. 8 الكالييميا في موت المريض، 8 بي اتش في موت المريض، في اليورين مفيش مشكله 8 8 ونص. تمام؟ ماشي. حتى كمان مش مكتوب، انت اعملها. الانديكيشن بتاع الصوديوم بايكارب. اكتبها كده انديكيتد مع البرولونجيشن للكيو ار اس كومبلكس. With or without a rhythm. معلش. يعني لو في برولونجيشن للكيو ار اس كومبلكس بوجود او عدم وجود الاريثميا هعمل صوديوم بايكارب. ليه يا جماعه؟ ليه؟ بقول لك كون ان الكيو ار اس كومبلكس بتاعتك يبدا توسع معناها ان الكينيدين وايت افكت بتاعتك بدات تزيد قوي، فمعناها ان المريض ده هيخش في كومبليكيشن عاليه جدا. مش حكايه كيو ار اس كومبلكس بس، ده هيخش في اريثميا اعلى وممكن يخش في كونفالشن. طب مهمه جدا. اهم حاجه في التراي سايكليك انفستيجيشن الاي سي جي. الاي سي جي مش الليفل، على عكس المعتاد خالص. ولا في البارستامول فور اور بوست انجشن بارستامول ليفل حطها مش عارف ايه عشان نعرف هناخد ايه الاستاتين ولا لا. سلسله قيس على طول كل شويه عشان نشوف بيزيد ولا لا، صح؟ لا. هنا اللي يقول لك في توكسيستي ولا الاي سي جي. كل ما الكيو ار اس كومبلكس يبدا يزيد يحصل له وايت تعرف ان المريض ده هيموت منه. ماشي؟ ببدا اتدخل بالانتي دوت. طب مهمه جدا. يبقى الانتي دوت بتاعي بيعتمد على الكيو ار اس كومبلكس في الاي سي جي وهو اسمه صوديوم بايكارب عشان يعمل لي الكارمايزيشن اوف سيرو. اوكي؟ طيب بيشتغل ازاي؟ ليه بدي صوديوم بايكارب؟ لما قلنا امبارح ليه بدي ان استرسس تايين؟ انا بدي صوديوم بايكارب بالاسباب الاتيه. واحد اثنين ثلاثه. هناخدهم من تحت لفوق. هو المريض ده عنده ايه؟ حلو قوي. يبقى صوديوم بايكارب هيعالج الاسيدوز. مفهومه صح؟ عنده هايبوتنشن وعندي اريزميا فعندي اسيدوزس والاسيدوز هتزود التستي واروح قافل الاسيدوز بالصوديوم بايكارب. الحته الثانيه احنا قلنا الاسيدوزس بيزود الايه؟ فري دراج صح؟ فري دراج هو الانباوند دراج يعني بيقلل البايندنج للبلازما بروتين. عمال الكلوز يا معلم. ولما اعمل الكلوزس هيزود البايندنج صح؟ يعني هيقل الفري يعني هتقل التوكسيستي. المشاكل الكلام وصل بعض. يبقى الاسيدوزس بتزود التوكسيستي عشان بتقلل البايندنج للبلازما بروتين. اعمل الكلوزس يزود البايندنج الفري ال ما يحصلوش توكسيستي. تمام؟ رقم ثلاثة هو اصلا الكارديو باسكولار توكسيستي بتاعتنا بتاعت الراي سايت كان اسمها ايه؟ كينيدين لايك افكت. هو الكينيدين بيعمل ايه؟ بلوك الصوديوم اتشانل صح؟ انا بودي صوديوم اهو ده صوديوم. فلما ازود الاكسترا سيلولار صوديوم هيغلب الاتشانل صح؟ شو الكينيدين رايح قافل لي الاتشانل من جوه واقف وراه كده واقفلها لي. تمام؟ خش بدل ما يخش واحد يزق الباب 10 يزق الباب. ازود الاكسترا سيلولار صوديوم فيروح فاتح الباب بالعافيه. فلما يفتح الباب في العافيه يبدا يشتغل كل حاجه. يعني الاريزم الموجوده يختفي. يعني الهايبوتنشن الموجود يختفي. يعني البروتيشن بتاع الكيو ار اس كومبلكس يختفي. صح؟ تاني يا جماعه حاضر. صوديوم بايكارب بيشتغل ازاي؟ ثلاثة الكريستال. رقم واحد بما اني عندي اسيدوز هعمل الاسيدوز. هعالج الاسيدوز. بما ان الاسيدوز بتزود الفري دراج هعمل الكالوزس عشان ازود الدبل دراج. اللي هو هقلل الفري دراج. رقم ثلاثة بما ان هو بيشتغل كينيدين لايك افكت يعني من برين ديبريسنت افكت يعني بيقفل الصوديوم شانل هزود الصوديوم من بره. فانا سبتك راح تتخلق لوحدك. عارف جايب لك 10 اضربهم روح جيب 20 يا عم تغلب. هزود الصوديوم بايكارب بولس الصوديوم يزيد. البلوكنج بتاع الصوديوم شانل ده الموجود في الكارديك ماسل ما يقدرش على الصوديوم الكتير يخش بالعافيه يخش بكل حاجه. عندي كيو ار اس كومبلكس وايندنج يعمل لي نارو. عندي اريثميا ثلاثة تختفي. عندي هايبوتنشن يعمل لي زيادة في البلاد بريشر. في مشاكل يا جماعة؟ ها؟ مفهومة؟ ماشي. فاضل لك واين اللي هو السبورت والسيستماتيك جريت مان. باشا انت عنده هايبوتنشن ودي له فلو. ما استجابش الفلويد ودي له كولاجين افكت. ماشي. باشا انت عنده كونفرجن ادي له دايزبام. راجل عنده هايبر ثيرمي اديله ها فول فومنت او فول فومنتيشن. لو في اجيتيشن او كونفرجن عملها كنترول. تاني راي سايكلينج في ثلاث دقايق. راي سايكلينج انتي ديبريسنت وصف الفسيولوجي بتاعه. قول الاول فارماكوكينيتيك بتاعت راي سايكلينج. ركز بيحصل له ابزوربشن بسرعه من الجي اي تي.
رقم واحد هو لارج بي دي هو لو انفيروماتيك سيركوليشن الاسيدوزس بتأثر عليه لانها بتزود الفري دراج فبتزود التوكسيستي التوكسيكوكينيتيك مع اللارج دوز بيحصل التريشن للفارماكوكينيتيك بما انه بيشتغل انتي كولينرجيك هيعمل لي ديليد الجاستريك انتري ده اللي بيفصل ليه بعمل ديليد جاستريك افاش بما انه لو انتيرو هيباتيك سيركوليشن هتزيد مع التوكسيستي ده هيفصل ليه بستخدم مرضى وبيسها كبير شابو بما ان في توكسيستي هيحصل له هايبوتنشن هايبوتنشن هتزود الفري دراج يعني هفورس التوكسيستي ده بيفصل ليه بديله صوديوم بايكربونات في العلاج الميكانيزم بتاعته اربع ميكانيزم بيقفل لي النيروسيبتور بيقفل لي الالفا ادرينرجيك ريسبتورز بعمل له فاس دايليتيشن وهايبوتنشن بيقفل لي الماسكارينيك فيشتغل اتروبين لايت بيشتغل على الشغل الاساسي بتاعه في الدبريشن بريفنت ري ابتيك بتاع الدور بنفرن فبالتالي يزيد الادرينالين والنور ادرينالين ده والاستروتينين وده بيفصل ليه بيستخدم في الدبريشن مود اليفيشن رقم اربعه بيشتغل على الكارديك ماسل كينيدين مايك افكت كينيدين يعني بيبلوك الفاست صوديوم شانل لما يقفل الفاست صوديوم شانل يعني مفيش اي حاجه مفيش اكسايتابيلتي مفيش كونتاكشن مفيش كونتراكتيلتي لما مفيش كونتراكتيلتي وفيها في فاست دايليتيشن اللي هو الفا ادرينرجيك بلوكنج بيحصل لها هايبوتنشن ده الباس فيزيولوجي كل كونديشن بتاعته ثلاث حاجات سي ان اس وانتي كولينرجيك اتروبين يعني البريفرال ريسبتور بتاعه اتروبين لايك الكارد باسكولار بتاعه كينيدين لايك الكينيدين في الكارد باسكولار يعني كل انواع الارزم يعني هارت بلوك يعني برولونجيشن الكيو ار اس مهمه جدا ما ينفعش ما تسيبهاش ما ينفعش ما تكتبهاش البرولونجيشن بتاع الكيو ار اس هيقول المريض ده هيحصل له ارزم يا كونفالجن وحاجات ريسك كومبليكيشن ولا لا هارت بلوك هايبوتنشن تاكي كارد قلنا تاكي كارد حصلت انتي كولينرجيك وادرينرجيك انتي كولينرجيك وادرينرجيك وحتى ريفلكس لو هايبوتنشن اللي هي كلينيكال بيكشر بتاعها انفستيجيشن اس جي اهم حاجه اس جي اهم حاجه اي بي جي مهم عشان الاسيدوزس تعمل وورسنينج للتوكسيستي هايبوكاليميا عشان الكاتيكولامين بيدخل بوتاسيوم الكاتيكولامين انديوز بهايبوكاليميا والبيشنت البلازما ليفل بتاعه ما بيهمناش في حاجه الريتمت بتاعه اي بي سي شرح بالتفصيل دي كونتامينيشن جاسيكا باج دي جاسيكا باج فيتشر كول اليمينيشن الموديالسيوم بروفيوجن ما ينفعش ده الكيلوباتيك ساتوريشن بتاعتهم عشان البايت بتاع الروتين بتاعهم عالي واللارج في دي بس ينفع هارد بالدوز عشان لهم الكيلوباتيك ساتوريشن السبيسيفيك تريتمنت بتاعنا صوديوم بايكار ليه صوديوم بايكار لثلاث اسباب دول عندي اسيدوزس اعالجها بالصوديوم بايكار عندي اسيدوزس امنع البايندنج اللي هو زياده اللي هو قليل ده ان انا ازود البايندنج بالالكالوز لما ازود البايندنج هقلل الفري دراج فقلل التوكسيستي الكينيدين مايك افكت سببه صوديوم بلوكج فزود الصوديوم لما لسه سيلر صوديوم يزيد يضغط على الكارديك ماسل يروح داخل في الشانل صوديوم شانل يعكس لي كل اللي موجود يعكس الاريزميا يعكس الكيورس كومبلكس يعكس الهاي بوتنشال اللي عنده الجنرال مانجمنت على حسب اللي عنده كومبارز بديله دازيبان عنده هايبر بايركسيا حط له كمادات ميه ساعه مش عنده هاي بوتنشال اديله فلويد او اديله موربيد مش كده ها هو دي التركيز على ده في مشكله يا جماعه في مشكله فاهمين ولا ايه والتاني يومي بدأت في الدواء يفصل من الدواء العطيق بتاعه باجي عامل يومي العطيق بتاعه يومي العطيق بتاعه يومي العطيق بتاعه حتى اللي انت بتقولها دي هو اصلا بيقول ليه احنا نودي نور ادرينالين طالما في المريض ده عنده ديفنت ري ابتيك بتاع نور بنفرين نور بنفرين بيزيد طب حد سالني سؤال مش المفروض بدل نور بنفرين يتمنع الري ابتيك بتاعه يعني زاد السيركيليشن المفروض ده يحصل له ايه في البلاد بريشر هايبر تنشن صح كلام على هايبر تنشن حتى لا طب ايه يا جماعه ان التراي سايكليك كل التكسكولوجي على فكره كل التكسكولوجي احنا قلنا قبل كده معانا حاجتين انفيتر وكوكين ما بعالجش الهايبر تنشن بعالج الهايبر تنشن لان في التكسكولوجي الهايبر تنشن بيبقى انيشيال فولد باي سيفير هايبر تنشن النور بنفرين ان الريز اللي عندك ده انيشيال ده في الاول خالص بليفنت الريز بتاع النور بنفرين يعمل مود انيفيشن ويحسن الدبريشن
فبفرض اذا واحد التوكسيستي بيحصل اكزوستشن للميكانيزم دي فالهايبر تنشن اللي كان موجود بيبقى هايبر تنشن وانا هعالج الهايبر تنشن. فبفرض المريض جالي ما عندوش هايبر تنشن مش عارف بس ما تنساش ان الهايبر تنشن بيساعد فيه اثنين ميكانيزم من المرض بنفسه جابدك مصل اللي هي الكينيتين اللي هي المصل السبير والالفا ادرينرجي اللي هو مصل الريش فلو الاثنين دول قصاد المرض بنفسه الاثنين دول هيكسبوا بعض واحد جابدك مصل واحد في البلاد بيزر والتاني مرة بنفرد ريز وهيحصل له اكزوستشن يعني كده كده الهايبر تنشن هيبقى ترانزيانت فولود باي سبير هايبر تنشن كده؟ في مشاكل؟ في مشاكل؟ يا جماعة معلش الهايبر تنشن ما عدا لو هو سيفير كلاس يعمل لي ريز تنشن زي لعب كده زي زي ايه بعالج الهايبر تنشن بسرعة قبل المريض يموت كوكين عندي قال هنا كوكين بيستخدم في علاج البيشنت لو عنده مودي تشينج او معنى صح التر بيرسبشن او بيرسبشن ديس اوردر زي سكيزوفرين او باي بولر اللي هو الثنائي القطبي ثاني بس كده حته مهمه جدا عشان الكيزا بيستخدم كانتي ايميتر دي مهمه بيستخدم في النوزيا والبوميتنج وهيكا نوزيا وبوميتنج وهيكا انتي ايميتر مهم جدا يقول لك في الكيزا الطفل جاي راجل ابوه جايبه يقول لك ايه ده البيضه كان كويس غير امبارح لما اديت حقن عندي ميديك راح دخل في اكسترا برامدال مانيفستيشن هقولها دلوقتي كلمه اكسترا برامدال يعني فينوسايزين كلمه انتي ميديك يعني فينوسايزين كان كذا مره قبل كده رايزايكل الجيزه زي سلسله الباستا مول امبارح وكانت واحده رابع واحده فينوسايزين يبقى الجزء بتاعته رقم واحد علاج سيكوزيس علاج مسكيزي سكيزوفرينيا والباي بولر رقم ثلاثه كانتي ميديك وعلاج الهيبر الكلاسيفيكيشن بتاعه كلام معروف كده بيقول لك الفينوسايزين ده بيسموها تيبيكال انسايكوتيك او فيرست جينيريشن انسايكوتيك اللي منها الهيباتيك كومباوند وبيبرادين وبيبرازين يبقى الهيباتيك بيبرادين بيبرازين الهيباتيك زي الكلوروبرومازين ده لهم يعني والبيبرادين واكثرهم البيبرازين ده كده يعني مع نفسه قلايه واليوزس قلايه المودف اكسبوجر نفس التراي سايت اكسبوجر نفس التراي سايت يعني اكسيدنت في عيال صغيرين سيسايدر في ناس الكبار الفارماكوكينيتيك نفس التراي سايت يعني البلازما بروتين بتاعه عالي وليم ديستريبيوشن بتاعه عالي الجاستريك الابسوربشن بتاعه عالي كله زي الفينوسايزين وبالتالي دي كونتامينشن هو زي الفينوسايزين زي التراي سايت زي بعض ذكروا مع بعض ده اللي هي الفارماك جايبين ركز بقى في الميكانيزم ركز بقى قوي في الميكانيزم بيعمل بلوك للريسبتور صح؟ الريسبتور اللي كانتش موجوده في تراي سايكليك الدوبامين بيقفل الدوبامين ريسبتور بيقفل دوبامين واحد الدوبامين اثنين فلما يقفل لي الدوبامين واحد الدوبامين اثنين الليمبك سيستم والبيزر جانجليا بيعمل لي المانيفستيشن الفظيعه في البيزر جانجليا اللي هي فيؤدي الى اكسيديشن ويكسر رمضان ده هو الاكشن بتاعه يعمل بلوك يعمل بلوك للدوبامين ريسبتور الدوبامين ريسبتور دي واحد اكتر من دي اثنين ده في الهايبوثالاموس والليمبيك سيستم والبيزر جانجليا لما يتقفل يعمل لي اكسترا برامدال سندروم مهمه جدا اتفضل بعد دي نقطه دي واحد دي نقطه
ماشي؟ يقفل اثنين اكتر من واحد يعمل لي اكسر رابدا سندروم، يعمل لي نيرو ليبتك فريك سندروم، يعمل لي سيديوشن. ده الدوبامين. باقي الاكشن بالظبط زي تراي سايكل، يعني مش مكتوب. خلص المكتوب الاول، بيقفل لي المسكرين ويقفل لي الارض، صح؟ بيقفل لي الهستامين. تمام؟ الهستامين ده اللي بيفسر اللي بيعمل سيديشن وبيقفل السيروتونين. يقفل الفا، يقفل مسكارينك، ويقفل الهستامين، بيعمل لي سيديشن. رقم ثلاثة مش مكتوب. رقم ثلاثة الميكانيزم اوف اكشن بتاع اكتف كارديو ماسكولار سيستم بين قوسين زي التراي سايكل. سي في اس زي التراي سايكل. تاني ميكانيزم اوف اكشن يقفل ريسبتور ومايين بلوكينج افكت، يقفل لي الفا، يقفل لي مسكارينك، يقفل لي هستامين، يقفل لي سيروتونين. خمسه بيعمل لي كارديو ماسكولار زي تراي سايكل. يعني بيعمل لي تراي سايكل. الميكانيزم بتاعتي زيها زي التراي سايكل بالظبط، بس ازود عليها الدوبامين بلوكنج افكت عشان كده بيعمل اكسر. مشاكل؟ الكلينيكال ديك شارد اتوقع تبقى زي رقم واحد انيكولينرجي مش مكتوب، رقم اثنين كاردي مصر زي تراي سايكل، رقم ثلاثه سي ان اس، رقم اربعه كلينيكال ديك اكسترا برامتر سندروم، رقم خمسه بيأثر على الكيرم والكيرم. تاني انا خلصت الكلام صح؟ الكلام بتاعي يبقى في حاجات حاسين ناس، يبقى في حاجات اكسترا برامل عشان الدوبامين، هيبقى في حاجات كارديو باسكولار، هيبقى في حاجات ثيرمو ريجوليشن، هتبقى في حاجات انتي كولينرجي. انتي كولينرجي مش مكتوب، رغم ان هو بيقفل مسكرين. الاثنين كلبشر بتاعته خمسه، ثلاثه زي تراي سايكليك، والاثنين بدال اللي هي الاكسترا برامل والثيرمو ريجوليشن. ليه بيأثر في الثيرمو ريجوليشن؟ ليه؟ عشان بيعمل افكشن على ايه؟ ايه اللي مسؤول عن الثيرمو ريجوليشن في الفريق؟ ماشي يا جماعه؟ ايه؟ رينج الفيشن بتاعي، رينج الفيشن بتاعي، واحده واحده، انتي كولينرجي مش مكتوبه ناخدها من تراي سايكل. عندي كولينرجي ناخدها من تراي سايكل. زيها بالظبط، مش هغير كلمه ولا اعمل حاجه. عندي كولينرجي. هتقول لي لايك انا مش فاهم. الكارديو باسكولار سيستم هاخدها من تراي سايكل. الكارديو باسكولار سيستم زي تراي سايكل بالظبط، بس اقل شويه. كارديو باسكولار، كارديو باسكولار زي تراي سايكل، عشان مش هنعيد يا جماعه. كارديو باسكولار تراي سايكل، يعني هيعمل لي هاي بوتنشن، والهاي بوتنشن ايوه في تاكي كارديا. في حته بقى صغيره كده، تاكي كارديا هنا ليه؟ تاكي كارديا هنا ليه؟ عندنا في الماي في هاي بوتنشن. حاجه ثانيه؟ بس تاكي كارديا سببين، الفيروس الريفلكس والهاي بوتنشن وانتي كولينرجي. كان هناك في الدراي سايكل الثلاث عشان كان فيها الانرجي. وانا جبت سيرة الدور بليف هنا؟ جبت سيرة الدور بليف. عندي هاي بوتنشن وعندي تاكي كارديا وعندي كينيدين لايت، كل الكوندكشن في الجسم بتاعي. ماشي يا جماعه؟ في مشاكل؟ علي في مشاكل؟ في مشاكل؟ هاي بوتنشن كينيدين لايت. ماشي يا جماعه؟ في مشاكل؟ في مشاكل؟ بس هي ما قلتش حاجه يا جماعه والله. هو نفس الكلام، نفس الكلام. معلش هو نفس الكلام. الناس تصور. نفس في سينس، سينس ما يتعثر سينس ديجريشن. زي العطوبين برضه. يلا يا جماعه، تراي سايكل. ممكن
فكر تكرر اكتيفيتنج سيستم من ضمن الحاجات اللي بتحصل في الاطفال لو كانت في سايزين يعمل لها حاجه اسمها سادن انفانت سيندروم. فاهمين؟ سادن انفانت بوت ديس او جريب ديس ده في عيال صغيره تكرر اكتيفيتنج سيستم يعني هو كله سينيس ديبريشن يا جماعه كله سينيس ديبريشن سينيس ديبريشن سينيس ديبريشن. طب الديبريشن ايه بره؟ الريتش بقى تبقى ايه؟ من ايه؟ تعالى كده هايبو سيرف شكرا هايبو سيرف هايبو سيرف بصين اسم الانستيشن شويه ستيميليشن فولد باي ديبريشن زي الاتروبين زي التراي سايكل بشكل ده الثلاثه بالذات تراي سايكل اللي هيقوم هناك زي هنا هزود بس فاضل انفا تستروم اللي هو ذا كارتر لو نسيتها مش مشكله لو نسيتها مش مشكله الكلام الجد بقى اللي هو الاكسترا برامتر سندروم يسال لوحده اكسترا برامتر سندروم للثيرمويزيشن. اكسترا برامتر سندروم ده عباره عن اربعه مانيفستيشن بيحصل له المريض ده وقلنا سببها ايه؟ ها سببها ايه؟ دوبامين بلوكنج افكت ما كانش موجود في التراي سايكل. عندك اربع حاجات. اول حاجه حاجه اسمها اكيوت ديستونيك اكيوت ديستونيك رياكشن ركز. ثاني حاجه باركنسونيز. ثالث حاجة أكاتيزيا. رابع حاجة طارد ديسكاينيزيا. جيلك سؤال واحد جيلك سؤال واحد إكسترا برامتر سندروم إي دي إس ده اختصار الفاي سايكل بيعمل حاجة بسيطة جدا كده نون سبيسيفيك نون سبيسيفيك إكسترا برامتر ماشي. كل واحد منهم هنتكلم بيحصل إمتى بعد ما تاخد الأنت سايكوتيك بيحصل في مين ايج من 6 وشكل الابنور مجموع في البداية نركز بقى مع بعض لكن تستنك الاكشن ده محتاج يومين ثلاثة يومين ثلاثة ماشي؟ او انترابينس انجكشن مش مكتوب يعني ممكن لو خدت انترابينس انجكشن بالبريمبران اكتب بالنسبة كده قول انترابينس انجكشن وبريمبران بريمبران بريمبران انتي ميتك انتي ميتك انتي ميتك ماشي؟ انتي ميتك يا جماعه ده ممكن يحصل يحصل لو شغال انتي ميتك يا جماعه الصوت يا جماعه فيا يا جماعه يومين ثلاثه يحصل في العيال الصغيرين شتر ويحصل في الميل اكثر من الفيميل. ايه شكل الحركه دي بقى؟ ركز بقى المانيفستيشن بتاعت الاكيد ديستونيا تبقى رقم واحد ثيرد كولس يعني ايه ثيرد كولس؟ سبازم في نيك مصر يسموها نيك تويستنج نيك تويست بقى المره دي اعمل كده عاوز اتفرج عليها كده حاجه بيه وانت سرقت الراس تيجي تشد الضغط مش هتعرف حاجه ماشي؟ نيك تويستنج ثيرد كولس ليه؟ سلام قول بس كلها ست عالي لا نيك تويست يا جماعه تيجي تشد الراس كده ما يتغيرش يلا يا جماعه رقم 2 رقم 3 بيقول لك ممكن يحصل سبازم في الدلتس. ها
ماشي تورت بيرفكت تعمل كده تورت بيرفكت ازاي تورت بيرفكت عاوز بيض ويبقى مصر يحصل لك خمس دونتس خمس دونتس ازاي العيال الصغيرين في الميل اكتر من الفيميل تورت بولس ليك توستنج تورت بيلفز اوبس تورس كلها سباز المصل حسب مجالها او هوك جاري كويس بشكل اكيد بيصرف العيال تاني حاجه قبل السوريس بتوستنج معروف ده عشان يحصل تحتاج ما بين اسبوع و 2 مانس للميديكيشن انيشيشن اوف ثيرابي ده بيحصل غالبا في الفيميل الكبار الدر فيميل الدر فيميل ده الميكانيزم بتاع الكونسيس او الريجريشن عادة شافلنج جيت ماشي زخم في ريجيديتي صح في المصل ريجيديتي في المصل البيشن ده عنده تريمورز بيسموها بير رولينج كانوا بيسبح بير رولينج تريمورز تريمور ده كانيتيك ولا ستاتيك ماسك بيس تمام دي مهمه جدا اللي هي مونوتونس سبيش يعني مونوتونس سبيش ايوه الكلام لونه لا ولا بيعلى ولا بيقل ولا بيعلى ولا بيقل لا يعني ثاني ننام عليه المونوتونس سبيش ده نفس التون ثاني انسونس 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 ده غلط انسونس اصل الريجيليتي مش ويكنس جماعة فيه مصر ريجيليتي فريمورز بيل رولينج فريمورز ماسك فيس ماشين شافلينج جيت ماشين والبيشن ده بيحصل له ريجيليتي في المصر ده اللي هي الباركنسونيز ده الباركنسونيز ده المنفسيشة بتاعته محتاج اسبوع لدول شهرين وبيحصل في الميل اكاسيزيا تحصل امتى؟ بقول لك بتحتاج فيو مانسز كده يعني اب تو وزين 2 مانس من الميديكيشن تحصل في البيشنت الاولدر بيشنت بس ما حددتش ميل ولا فيميل ممكن تحصل في الميل ممكن تحصل في الفيميل الاولدر بيشنت ايه الاكاسيزيا ديت في الاخر خالص؟ بقول لك البيشنت انيبل تو سيت يسموها موتور ريستريسنس يعني من الاخر خالص لو سالت في الشفوي قلت له دي موتور ريستريسنس البيشنت مش قادر يقعد انيبل تو سيت مش عايز يقعد في مكانه ممكن ما ينامش وانسومنيا والكلام ده يعني يا ابني مش فاهم قلنا ليه من الاخر يعني البيشنت ده عليه البيضه عارفين الفرخة لما تكون عايزه تبيض ما تستقرش في مكان ده راح هنا وراح هنا وراح هنا الترم ده على فكره ترم سيكاتري يعني مش احنا بنالف يعني البيشنت عليه البيضه يعني عليه البيضه يعني ما بيقعدش انيبل تو سيت عنده موتر قلت له موتر بس استس ما اقتنعش قلت له انيبل تو سيت ما اقتنعش قول له عليه البيضه ماشي يعني ما بيقعدش اه فعلا والله اكتب كده جنبها عليه البيضه يعني ما بيقعدش في الراجل عليه الايه؟ ده اللي هي الحاجه الاساسيه حاجه اساسيه ما بيستقرش في المكان ممكن توصل ده اللي هو ما بينامش اصلا انت تكتب انا توصل ده اللي هو ما بينامش يا جماعه ده حاجه اساسيه لانيال منها يلا شباب لانيال منها طارد بتسجى ينزل صوت صوت مش عارف تبتزنه ليه في حاجة مش مفهومة؟ في حاجة مش مفهومة دلوقتي طارد بتسجى ينزل بتحصل ازاي لك طارد بتسجى ينزل بقول لك ده محتاجة ينزل بقى مانسز ويرز من علاج تحصل في الفيميل اللي هي كده في السن ده الجرف ايه؟ ركز بقى في الحته دي البيشه تكون عامل ازاي ده بيحصل انفولانتري اب نورمال موفمنت في الفيس ماشي والليب والتشيب والمسلز بتاعت الفيس كلها ممكن توصل لدرجه الجسم كله يعمل اب نورمال موفمنت كوريا اتلتيك موفمنت ده البيشن انت واقف كده عمال لك اه ما بجد ده اللي سواه الضرب بتسكن مشكلتها للاسف ليه ريفرسبل
عايز اغيرها كلها كلام الدش ده بكلمة واحدة. عايز اكلم الدش ده بكلمة واحدة. اكتب انفلانتري باكو لينجيو ماستيكاتري. سموها حركات غبية على راوي كده كده ايه هو انسى يكون كده قشطة بياخد علاج على ايدك ان شاء الله. ممكن توصل لدرجه ان هي تبقى كوريا وعايزين تبقى كوريا. يعني ابدا بقى كوريا ابدا كلها رقص. ايوه حكايه وش بس حكايه استريمتي ورقص كمان. ماشي يا جماعه ده رد الديسك هينزل. هبتدي استريك رياكشن بارك ستريس حاجة أساسية وطرد الديسك هينزل. ماشي مشاكل لون تاني؟ لا ليس برامج. فاضلنا واحده اللي هي ثيرمو ريجوليشن. هو ممكن يعمل هايبوثيرميا ممكن يعمل هايبوثيرميا. هايبوثيرميا قلنا سببها هايبوثيرم تمام. الريجوليشن بتاعه هايبوثيرم والباس دايليتيشن اللي حصل والهايبوتنشن عملنا هايبوثيرم. وده كومن في ناس الصغار ممكن يعمل لي هايبرثيرم. حد يقول لي بسبب ايه؟ هتقول لي هايبرثيرم بيعمل هايبر ثيرميا لسببين. اما عطوبين اللي هي انتي انرجي لا اما حاجه اسمها نيوروليبتيك مالجنال سندروم. دي مكتوبه انا ليه مش مكتوبه؟ ركز بقى في نيوروليبتيك مالجنال سندروم. ان المريض كده مات لما كان عمال يترقص وطلع لسانه وهو هيموت تاني. نيوروليبتيك مالجنال سندروم. نيوروليبتيك مالجنال سندروم مكتوبه في كتاب غلط. الميكانيزم بتاعته مكتوبه في كتاب غلط. اولا الانسدنس بتاعها 2% من الناس. المورتاليتي مش مكتوبه. توصل لدرجه 9 لـ21% بس عاليه جدا. يعني احنا لو 50 هنا في 10 منا هيموت 20% يعني واحنا 50 قاعدين في 10 منهم هيموتوا لو حصل لهم نيوروليبتيك برين سندروم. نسبه ليست قليله خالص 1% بقى وراها نسبه كبيره. ما بالك واحد شايف 9 لـ21% قول اكتر من 20% ورايح كده. يبقى الانسدنس 2% المورتاليتي اكتر من 20% تمام. نيوروليبتيك مالجنال سندروم سببها وابتدى في كتاب انتي كولينرجيك. لا وسببها اصلا دوبامين بلوكنج افكت. دوبامين بلوكنج افكت الدوبامين انتاجونست اللي حصل حصل لي نيوروليبتيك مالجنال سندروم مانيفستيشن. عشان ما انساش اسمه نيوروليبتيك مالجنال سندروم. كلمه نيوروليبتيك يعني في ايه؟ تشينج في الايه؟ في الكونشس صح؟ يبقى اثر دمنتال ستيتس. نيوروليبتيك ديت نيورولوجي يبقى لازم يبقى فيه التر دمنتال ستيتس. الفيشن ده فيه تغير درجه الوعي كونفيوجن دراوزنس ستيوبر التر دمنتال ستيتس. مالجنانت يعني الفيشن ده عنده مالجنانت هايبر سيرم. فانت لسه قايل هايبر سيرم. نيوروليبتيك برضه مع كلمه ليبتيك يبقى فيها ريجيديتي اصلا ريجيديتي. فالبيشنت عنده تغير في درجه الوعي وعنده هايبر ثيرميا وعنده ريجيديتي. ما تنساش تغير في درجه الوعي وعنده هايبر ثيرميا وعندك ريجيديتي بالاضافه طبعا نيوروليبتيك ده في الكتب يعني الشابتر اصلا الشابتر بتاع استراتيجي في ميجر كرايتيريا وماين كرايتيريا وخمسه هنا وثلاثه من هنا وانت مش عارف ايه والبريسكريبشن مش عارف ايه ده واخد الشغل الدكتور يعني. انتر دمنتال ستيتس معلش هايبر ثيرميا ريجيديتي وي اوتونوميك انستابيليتي. الاوتونوميك بتاعه مش زي الفل. عندك لفايل لفايل براد بريشر. يعني ايه لفايل براد بريشر؟ ايوه انستيبل انستيبل شويه هايبوتنشن شويه هايبرتنشن. المريض ممكن يحصل له تاكي كاردي ممكن يحصل له سويتنج ممكن يحصل له بارو. دي بيسموها ماينور كاردي. يبقى عندك اوتونوميك انستابيليتي عندك ريجيديتي عندك هايبرثيرميا عندك التر دمنتال ستيتس. المريض بيموت بعد او في خلال سويعات
والمريض ده بيموت في اكتر من 20% من هو يعني اقل من ساعه. فريجيليتي يعني تعمل لي ايه؟ فريجيليتي في المصري تعمل لي ايه؟ حلو. ورابط الراس يعمل لي ايه؟ هنا فين؟ هنا فين؟ هنا فين؟ هنا فين؟ يزود حاجه اسمها السي بي جي. انا دخلت في الانفستيجيشن دخلت في الانفستيجيشن بتاعنا نعمل سي بي جي. كرياتين بس التينيز ده كنت في المصر بيطلع لما مصر تتكسر بسبب الرجال. بيقول يعني سالب في الشفا بيعمل هايبر ولا هايبر؟ بيعمل الدنيا دي هايبر لو في السن عشان هايبر سرعس هايبر لو هتروبيل لايك او نيوروليبتك مريم السندروم. طب ايه نيوروليبتك مريم السندروم؟ ده سندروم فيه اربع حاجات مين؟ مصر ريجيليتي بعندك انتر بالكونشس ستيت البيشنت عنده هاي ستيبل بلاد بريشر وعنده ريجيلت في المصر. ريجيلت في المصر يخلي السي بي جي زيد. ليه السي بي جي زاد؟ عشان حصل مايوجلوبينيميا يستارت المصر بعد مايوليسيس مايوجلوبينيميا سي بي كي مايوجلوبينوريا. ده المانيفستيشن بتاعي. الليفل بتاعي مش مهم زي ما احنا قلنا. الليفل مش مهم. ممكن تعمل روتين انفستيجيشن تعمل اي بي جي تعمل اي حاجه. شفنا الحاجات اللي بتعملها انت بتعمل قبل من اكس راي الدومنا الاكس راي لان الباشا ده راديو بيك. راديو بيك زي كتير جدا اسبرين. انا اخدتها قريب يعني الاسبرين الباب بتاع الباب ده راديو بيك عشان بيعمل كونكريشن. عندك حاجه اسمها معلش قول ريميتر ممتاز طبعا والله ريميتر بقول لك ممكن تعمل كواليتيت انفستيجيشن حاجه اسمها اف بي ان. ولا كانك سمعت حاجه اف بي ان ده عباره عن ريجن يتكون من فيريك كلورايد وفيريك كلوريك اسيد ونيتريك اسيد بتركيز 1:9 ماشي. ده بيستخدم حاجه اسمها كلر تيست. ولا كده سمعت حاجه؟ ممكن اعمل كواليتيف استيميشن بالاف بي ان. ممكن اعمل المريض ده بلازما ليفل بس مش مع التوكسيستي واعمل له روتين انفستيجيشن واعمل له ابدومينال اكس راي واعمل اس شي. انا ماشيه اعالج ازاي؟ اي بي سي دي E, F, G, A, B, C, Z, tricycle, A, B, C, Z, tricycle, D, Z, tricycle, E, Z, tricycle, with decontamination, with elimination, A, B, C, Z, tricycle, the antidote, Z, tricycle, tricycle, low antidote, صح؟ ما لوش antidote. General management هو العلاج الأساسي بتاعه. تعالج اللي موجود في الكومبليكيشن. هو المريض ده عامل ايه؟ هل عنده هاي تنشن؟ وعنده ايه تاني يا دكتور؟ شكرا الرسمي وعنده اتنين مهمين؟ شكرا. ما بتقوليش انت ماشي معايا زي التراي سايكل بالظبط لغايه لما اوصل للنيوروليبتيك مانيتر سندروم ولغايه لما اوصل للاكسترا برابلر سندروم. نور تاني ريتمنت بسرعه كده. تي بي سي مانيتر ستوبيزيشن اير وي بريتنج سيركوليشن دي كونتامينيشن جاستريك لافارج ديلي الجاستريك لافارج مش مكتوب جاستريك لافارج ديلي الجاستريك لافارج اكتيفيت شاركور اليمينيشن مالتيبل دوز اكتيفيت شاركور ايمو دانس ويبر فيوجن ما ينفعوش عشان هو لارج بي دي والبايدنج بتاع البروتين بتاعه عالي. الانتي دوت ملوش انتي دوت سبورت بقى سيكوريتي تريتمنت بعالج الكومبليكيشن. عنده هاي بوتنشن اعالج زي بالظبط تراي سايكل سي تراي سايكل. عنده اريزميا زي تراي سايكل برضه. ببدا الاول بالاريزميا بصوديوم بايكارب. ليه صوديوم بايكارب؟ خلي بالك ما ينفعش ما تكتبهمش بالترتيب. التريتمنت بتاع الاريزميا عندك ده بالترتيب. يعني اول حاجه صوديوم بايكارب. ليه صوديوم بايكارب؟ عشان ممكن يدي لايك افكت زي تراي سايكل تمام؟ ما جابش نتيجه بقلب على ليدوكين. ده لو في فنتريكولار اريزميا. ليدوكين لو عندي برادي اريزميا بعمل حاجه اسمها بيسنج. بيسنج اللي هو مصدر من ضربات القلب. مصدر من ضربات القلب اللي هو البيس كاردايك بيس. عالج بقى الالكترولايت اللي عندك على حسب الاسيد بيس ديستربنس اللي عندك. ده اللي هي الاريزم. خش بقى في الكلام الجد. التريتمنت بتاع اكسترا بيرامينال سندروم والتريتمنت بتاع نيوروليبتيك مالينجنم سندروم. اكسترا بيرامينال عندي اربعه صح؟ اول واحد منهم اللي هو اهو اكيد السيريك ريأكشن. اول حاجه ليها الشورة. بص يا ماما خفيف ده عادي وبتاع انت ما بتفهموش حرام عليك وانت حصلت عليك. لا انتوا ولاد مش عارف الواد هيموت ده عليه طلع فوق والله يخرب بيوتكم. طبعا بتكلم في العنايه عشان الرزق. بص في العنايه الاطفال عشان ادخل الواد عنايه لان مش هبنزل اكيد السنون.
انا هنمي الارز ماتش خدش كيما هو في الاستدلال على المزال تهزيق زي الفل عشان كده لما كنت عامل الناس على قدر اخبارك قول ايه رحت لا كلهم بيقولوا كده ماشي اه انا بس ما بيقولوا كده لا ما عشان الدوبامين ما عندوش شنو هو الدوبامين بلوك؟ مشاكل؟ طيب فارس
موت يا عم لسه ده امبارح ما سيبش غير بس ايه لا اعرف لما اقفل حاجه بتعمل
Thank you.